من هو ماسينيسا؟ ماسينيسا هو ملك من الملوك الذين حكموا الأمازيغ القدماء، وتولى منصب ملك نوميديا الأمازيغية والواقعة في الجهة الشمالية للجزائر. ولد ماسينيسا سنة 234 قبل الميلاد، وولد في مدينة خنشلة الواقعة في الجزائر. وبعد ذلك تم انتقاله هو وعائلته إلى مدينة قسنطينة، والتي تم تغييرها بعد أن قام بحكمها إلى سيرتا، وقام باتخاذها العاصمة الرسمية لمملكته. وفي الوقت الحالي تقع في جهة شرق المغرب الأقصى، وهو نجل الملك غايا حليف لقرطاج، وكان له مشاركة وهو في عامه 17 مع صدرباع الجيسكو عندما هزمت سيفاقس الأول. ويعتبر عهده متميزا بالازدهار والقوة مقارنة مع غيره من الملوك، وقام بعمل تحالف مع الإمبراطورية الرومانية بمواجهة الفينيقيين. في الفترة التي اندلعت فيها الحرب البونيقية الثانية، قامت روما بالعديد من الجهود من أجل اكتساب الحلفاء في شمال إفريقيا، وعملت على قيام تعاون ما بينها وما بين ملك سيفاقس ملك نوميديا الغربية. وكان من أهم طموحاته ضم نوميديا الشرقية لحكمه وسيطرته، فعمل النوميديون الشرقيون على المشاركة في حروب حنبعل، وأطلق عليهم فرسان نوميديون، وكان لهم أهمية في وجودهم بالنسبة لقرطاج عندما خاضت الحروب مع دولتي إسبانيا وإيطاليا. وكان القائد العام لهذه الحروب هو ماسينيسا، ولم يتجاوز عمره في هذه الفترة 20 عاما. بعدما خسرت قرطاج جميع ممتلكاتها المتواجدة في البحر المتوسط، وكان ذلك بعد هزيمتها في معركة ليبيا، ثم توجه سكيو إلى شمال إفريقيا من أجل الحصول على كسب ود ملوك الأمازيغية. وبالفعل تم تحقيق النجاح في إقامة علاقة صداقة قوية مع ماسينيسا، وبعد ذلك ذهب إلى سيفاقس بهدف العمل على إقناعه أن يبقى مع روما، لكن جهوده باءت بالفشل، وذلك نتيجة للعداوة التي حصلت مع ماسينيسا، فقام بالتقرب إلى قرطاج. لقب ماسينيسا بملك المصيل، ويعد أول قائد حكم البربر على مر التاريخ، وتم وصفه بأنه رجل له دور عظيم، وكان يحب وطنه حبا لا يمكن وصفه. فوصل به الحد إلى أن تبنى مبدأ أن قارة إفريقيا للأفارقة أو قارة إفريقيا للإفريقيين. وهذا المبدأ جعل منه شخصا متطرفا لقوميته، وإظهار المشاعر الكره لدولة روما وقرطاج على حد سواء. فحكم النوميديون لمدة 60 عاما، وفي هذه المدة كان من أفضل الملوك الذين حكموها، وعاش فترة طويلة وتمتع بصحة جيدة، وكرس جميع حياته لتقديم الخدمات المختلفة للأمازيغ، وعمل على بث روح المحبة والوفاء والإخلاص في داخلهم، وقام باستغلال الحروب التي قامت ما بين الرومان وقرطاج للعمل على توحيد الأمازيغيين وإزالة أي خلافات أو فروقات فيما بينهم. ووافته المانية وهو في سن 90.